ذبابة ألف. ألف العيادة المسموعة. هذه الساعة من البرنامج برعاية عيادات إبلا. جلسة واحدة تكفيك. جدة، هاتف 606-8812. ذبابة ألف. للتواصل على الرقم المجاني 02-616-1100. الخط الساخن 700-57-499. لإرسال رسالة SMS STC 847700 موبايلي 640660 زين 746262. بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بكل الخير. صباح الجمال، صباح الابتسامة الحلوة. أنا مينا العبدالله، يجد تواصلي معاكم على مدى ساعة كاملة ابتداء من الآن من خلال ذبابة ألف. وفي ذبابة ألف الكثير والعديد من المواضيع الجديدة والمميزة. ذبابة ألف اللي بيحمل في طياته المواضيع الطبية، الاجتماعية، النفسية، الأسرية وأيضا التربوية. تعودنا من خلال ذبابة ألف دائما مواضيع جديدة ومميزة، فموضوعنا لليوم رح يكون عن التعويضات السنية. وحول هذا الموضوع كل اللي حابين يسألون عن التعويضات السنية في قدر السن يعني، أو حابين يركبون سن جديد، أو حابين تحصلون على ابتسامة حلوة، ما عليكم إلا أنكم تتواصلون معنا اليوم اللي رح يكون ضيفة حلقتنا فيها الدكتورة إيمان عبد الرؤوف الشريف، الحاصلة على طب الأسنان التجميلي من عيادات إبلة. صباح الخير دكتورة إيمان، وصباح الابتسامة الحلوة ما شاء الله عليك. أهلا وسهلا فيك أمينة، صباح النور. الابتسامة الحلوة اللي عندك دكتورة إيمان عشانك دكتورة أسنان يعني ولا تجميل بعد. طيب الشعوب كلها دكتورة إيمان يعني شغلها الجمال، يعني كل الشعوب والأجناس كلهم شغلهم جمال الابتسامة، خاصة أن الابتسامة هي اللي بتعطي الوهلة الأولى والانطباع الأول عن شخصية الإنسان. التعويضات السنية، الأشخاص اللي بيفقدون أسنان هل بإمكانهم هم أيضا يحصلون على تعويضات سنية بديلة جميلة؟ أكيد أكيد، هذا الشيء أكيد. أول شيء التعويضات السنية، خلينا نبسطها هيك للمستمعين، هي عبارة عن تعويض ما تم فقده من الأسنان لأي سبب من الأسباب، يعني سبب وراثي، سبب مرضي، حوادث، وإلها طبعا عدة طرق وأنواع. نعم، يعني أنت قلت وراثي، يعني لو كان أمه أو جدته يعني عندهم تساقط في الأسنان ممكن تعوضونه يعني؟ ممكن طبعا، في أمراض وراثية بتؤدي لتراجع اللثة والعظم وامتصاص العظم، وبالتالي في ناس تفقد الأسنان بهذه الأسنان. أمراض وراثية يعني مثلا نقول زي السكر يعني نوعا ما، السكر الغير منتظم ما بيدخل كثير بس يعني ممكن السكر طبعا وارد، السكر الغير منتظم بيؤدي لسقوط الأسنان فعلا. طب دكتورة إيمان، إحنا بنسمع عن تعويضات سنية ثابتة وتعويضات سنية متحركة، بنسمع كثير عنها، يا ترى شنو هي الأنواع التعويضات السنية؟ وعطينا يلا. أكيد أكيد. وشين الأفضل، تكون ثابتة ولا متحركة؟ طبعا حسب الحالة، هاي لكل حالة خصوصيتها، بس إحنا عنا فعلا التعويضات هي عبارة أو التركيبات، خلينا نحكي الناس بيسمعوا كلمة تركيبات أكثر بالعامية، في تركيبات متحركة اللي هي بيقدر المريض فيها يعني ينزعها، يستطيع إزالتها من الفم وإنه يرجعها بنفسه من غير الحاجة إلى طبيب، يعني في أي وقت بيقدر يشيلها ويرجعها، وطبعا هي جزئي أو كامل حسب الحالات. والله حلوة هذه دكتورة إيمان، يعني الوقت ما يبيها يشيلها على طول، يعني مش حلوة كتير لأنها بتضايقه. هو للمتزوجين مش حلوة أكيد. والثابتة طبعا اللي هي تثبت في عيادة الأسنان بشكل ثابت، ما بيستطيع المريض أنه يزيلها إلا عن طريق الطبيب، أنه يروح مثلا لو صار فيها أي شيء يعني لازم مراجعة الطبيب، وطبعا بيندرج تحتها أنواع كثيرة وعديدة. أنواع كثير، طب شين الأنواع هذه؟
اللي بينتج؟ التركيبات يعني أنواع عديدة، بدأت من معدن لخزف وجه واحد، خزف بقالب معدني، تركيبات خزفية، انتهت حديثا بالزيركون. لكن خلينا إحنا نحصر اليوم الحكي ما بين أهم الأنواع اللي بيحتار المريض في العيادة، يعني بيروح مع الطبيب طب أختار هاي ولا هاي، مين أفضل كده. أيوة كده يعني محتاجة أنكم بتدلونهم على الأفضل. أيوة يعني ساعدني إيش الفرق بين هاي التركيبة وهاي التركيبة، سمعنا بالبورسلين شو يعني بورسلين، شو يعني زيركون، شو هاي التركيبات. خلينا نعطيهم هيك سريع هيك بشكل سريع. عندك التركيبات الخزفية بقالب معدني، هي عبارة عن خزف يغطي المعدن بشكل كامل. حلو. أهم ميزة فيها إنه هي حلت مكان التركيبات المعدنية أو المعدنية اللي كانت بوجه خزفي فقط، بوجه بقيها كلها معدن، فأعطت منظر جمالي بسبب وجود البورسلين، يعني بغطيها البورسلين من جميع الجهات. طبعا قوية لأنه باطنها معدن فبتستحمل قوة المضغ عالية وجيدة، طبعا تعتبر ممتازة. لكن طبعا لكل شيء محاسن ومساوئ أو عيوب. على الصعيد الآخر هاي التركيبات أهم شيء بيجوا المرضى يعني يشتكوا بالعيادة أنه مثلا دكتورة عندي تركيبة لكن مثلا بتكون أمامية أو جانبية فاللثة لونها أسود أو على زراء، يعني بيعتقدوا أنه يعني ما بدنا نركب بهذا السبب، أو صاحبتي ركبت أو فلانة ركبت فلثة سودت عندها. بس بحب أوضح لهم أنه السواد هذا ما هو ناتج إلا عن انعكاس للمعدن من خلال اللثة. حلو. السواد هذا من المعدن نفسه، المعدن اللي يعني داخل في تركيبة البورسلين، الحواف بتكون تعطي انعكاسات عن طريق الضوء، بتعطي انعكاسات من خلال اللثة فبتعطي هذا السواد في اللثة. حي. أوكي. كمان شيء تاني إنه اللون، يعني هي حلت مشكلة جمالية لكن اللون ما بيكون دقيق لأنها هي غير نفاذة للضوء، تحتها معدن وبالتالي الضوء ما بينفذ من خلالها فما بتعطينا لون دقيق أو منظر جمالي 100%. في ناس كتير بتستاء من طعم المعدن اللي تحت البورسلين لأنه بيكون ظاهر في الفم من ناحية اللسانية أو من ناحية الفك. بيطعمونا دكتورة المعدن يقولون يعني في أثناء الأكل ولا يعني مش بيحس أحيانا المريض إنه هيك في مثل نكهة المعدن في الفم، بنسميه بيتر تيست. اكيد اكيد بيضايق، في ناس كتير بتتضايق. في غير هيك انه في ناس اجسامهم عندهم حساسيه من المعادن. صحيح. وبالتالي بصير عندهم نوع من الحساسيه على اللثة، يعني التركيبه بتكون ممتازه وما فيها شيء بس المريض عم يشكي. وبيكون طبعا نتيجه الحساسيه فلازم يغيرها يعني. اوكي. في شيء كمان عندنا اسمه التيار الجلفاني، بيحدث الفم نتيجه تعدد المعادن، وطبعا المريض بيعاني من هذا الشيء خصوصا اذا كان تركيبه فضه تحت التركيبه البورسلين على معدن، فبرضه بحس بطعم المعدن ولذعته وهذا الكلام كله. نعم. طب وبالتالي معلش غلطتك، بالتالي يعني الطب الحديث ترك البورسلين على معدن واتجهنا ذهت التركيبات الخزفية. بالضبط. بس تروالي أشهرها الزيركون. أكيد أكيد الزيركون. أشهرها الزيركون. طب قبل ما نتكلم عن الزيركون، أنت لي ذكرتيني بشغلة دكتورة إيمان، يعني زمان كانوا بيحطون السن الذهب والسن أكيد الفضة. أكيد هذه. الحين ما عاد يعني هو الذهب كانوا بيحطونه مو بس شكل جمالي كتفاخر إن الشخص مركب. فعلا فعلا خصوصا النساء كانوا بيحطوه كنوع من الحلي. خلاص الحين ما عاد أحد يحطه دكتورة. لا 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 ما عاد. لا ممكن تلاقي انه مثلا ختياره مصره انه الا بدها سنه هذا. صحيح. بس يعني في القليل النادر. الحين بيقولون لك يا امينه من راح الطيبين؟ راح الطيبين. بس احنا نتكلم الحين على الزركون. كلمينا عن الزركون دكتوره ايمان، وبشنو يتميز عن غيره من التركيبات اللي حضرتك قلتيها؟ الزركون بالاساس هو يعني يعتبر ثاني اقصى حجر بعد الالماس. قساوته اعلى من قساوه مينا الاسنان، وبالتالي يعني تم انه اكتشاف هذا الشيء ومعالجتها بطريقه معينه وبدنا نستخدمه في التركيبات السنيه. حلو. هو تقريبا اخر شيء الزيركون هذا تقريبا في نوع الزيركون عليه بورسلين وبريتاو، هو تقريبا الحديث اخر شيء فعلا. في كثير من الناس دكتوره ايمان بيخافون من التركيبات لانهم بيعتقدون انها بتسبب رائحه للفم. مظبوط. هلا حابه تضيفينها؟ والله بدي اعطيكي شو الفرق بين الزيركون والبورسلين على معدن لبس نعرف المستمعين تمييزاته. طبعا الزيركون عندنا هو اول شيء في التركيبات اعطانا ناحيه جماليه يعني تقريبا تصل الى 100%، لانه بتميز بشفافيه الضوء بينفذ من خلاله وبالتالي بشف
السن اللي تحته فبيعطينا انعكاسات ضوئية كأنه السن الجانبي اللي مش ملبس، فبتحس السنين زي بعض. يا سلام. أوكي. وهو أول مادة تجميلية لأنه قاسي بيتميز بقساوته، قادر على عمل جسر لفك كامل من دون تدخل المعدن، يعني لغى وجود المعدن بشكل كامل فيك تحكي. خلاص يعني زي ما قلت قبل شوية الذهب والفضة خلاص. أيوة، خصوصا أنه إحنا طب الأسنان الحديث طب وقائي، فبنبعد عن المعادن والأشياء هذه. تحياتنا لكل اللي مركبين. وغير هيك أنه هو بتأقلم مع النسيج الفموي بشكل ممتاز، يعني لا عندك حساسية ولا عندك طعم للمعادن ولا عندك تيار جلفاني ولا كل شيء، لان لغى كل المشاكل اللي كانت في البورسلين. بالضبط. بس وبالاضافه للصور اللي حضرتك وريتيني اياها والصور اللي وراني اياها دكتور محمد اياد، تحيه للدكتور محمد اياد. أكيد يعني أكيد. الصور صراحه خياليه، يعني زي اللي بنشوفهم نجوم هوليوود زي نوار الزغبي، دول الابتسامه يعني خطيره ساحره. أكيد يعني أكيد. اتمنى فعلا دكتور ايمان ان كل المستمعين اللي بيعانون من مشاكل ما يعني صعب ان الشخص ما بيقدر يتكلم، صعب ان الشخص يعني ما بيقدر يبتسم او أكيد. يضحك، يعني محروم الاشياء هذه، بيحط ايده على فمه. يعني انا اتمنى كلهم يدخلون على الويب سايت حق ابلة ويتفرجون، لان فعلا حيكون اذا عملوها حيكون يعني انفتحت لهم ابواب جديده، حياه جديده. أكيد. تكون اكثر أكيد. طبعا خصوصا انه الابتسامه في العصر الحديث صارت قسم مشترك في كل المناسبات وكل وحرم اللي ما لا تستعيده حرم اللي ما بقدر اضحك عشان اسناني. أكيد. لازم الواحد يضحك. صحيح. طب قبل شوي سالتك، كثير من الناس بيخافون من التركيبات لانهم بيعتقدون انها بتعمل رائحه بالفم. طبعا سؤال حلو كثير ومهم جدا، وبتردد كثير في عيادات الاسنان. كثير من المرضى بيجوا بيحكوا انه احنا خايفين نركب لانه بنخاف يصير في ريحة في الأسنان. طبعا هذا الحكي الرائحة مش بسبب التركيب، عندنا إحنا في سببين نقدر نحصرهم في شغلتين. أول شيء سوء التصنيع، ممكن تكون حواف التركيبة غير مختومة بشكل جيد في جهة اللثة، اوكي، وبالتالي بتجمع فيها البلاك. الأماكن هاي الصغيرة اللي هي جهة اللثة بتكون دقيقة، ما بتقدر الفرشة تدخل فيها، اوكي، يعني المريض لما يفرش اسنانه ما بيقدر يوصل لهي المناطق، وبالتالي بتخمر فيها الاكل، بتضل بقايا البلاك وبقايا الاكل وهذه الشغلات، بتبدا تعمل احماض وبالتالي بينتج عليها الرائحه. بس هلا في الطب الحديث صار عندنا استخدام الجهاز الكاد كام، جهاز الكتروني بيصنع فيه الزيركون، بيجي بقوالب بندخل الصب القياس اللي بصير عنا، وعن طريق الكمبيوتر البلوكات هاي بتنبرد على شكل الأسنان. حل. طبعا دقته عالية، بتصل تقريبا فيك تقولي إلى 100%، وبالتالي عالجت مشكلة سوء التصنيع. سبب تاني سوء العناية من المريض، يعني في مرضى للأسف إهمال التفريش، وهذا الكلام بيحكي لك أخذنا تركيبة لونها أبيض مثلا، خلص لونها أبيض، تركيبة ما بتغير لونها. بتغير بصراحة ولا ما بيتغير؟ لا، ممكن في بعض الحالات مثلا بالناس اللي هيفي سموكر مثلا بيدخنوا كتير ممكن، بس طبعا بتتلمع ما بتغير، يعني اللون ثابت. ففي ناس بيحكي لك طب أنا عملت خلص تركيبة أبيض أبيض، ليش أفرش الأسنان؟ فما بينتبهوا لا شغلة إنهم هم بيدمروا اللثة. أوكي. غير هيك بدي ألفت الانتباه لشيء، عدم استخدام خيط الأسنان. للأسف كثير من المرضى ما بيستخدموه عن جهل. ثقافة دنتال فلوس، هذه ثقافة يعني دنتال فلوس من يعني ممحية عندنا. للأسف للأسف يعني أنت لما ما تستخدمي خيط الأسنان 30% من سطح الأسنان بضل غير نظيف، أنكلين، عرفتي؟ صحيح. ليش بحكي لك حتفرق أسناننا؟ مش مزبوط هذا الكلام طبعا، ولا كان يا مسهل التقويم اذا الخيط الاسنان هو اللي حيحرك للسن. فطبعا لازم يستخدم خيط اسنان ما بين التركيبات، قدام التركيبه وخلفها اذا جسر. غير هيك المراجعه الدوريه كل 6 شهور لازم يعمل تنظيف لثة وازاله الجير اول باول. نعم. وان شاء الله بتخلص المشكله. طب دكتور ايمان، يعني اذا انا مثلا ركبت زيركون وصفر عاده، يعني مع الشاي والقهوه ما بكون مثلا شخص بينظف اسنانه، بيتلمع انت هو بيكون ملمع يعني بيكون ولا ما ليس لا ما يعني حي. ناس قليل اللي بيصبغ على الزيركون، عرفتي، على التركيبات. حلو. اللي هم يعني كثير هي بيسموه مهملين وشاي وقهوه كثير، عرفتي، بس لا ما يعني عموما ما بنقدر نقول انه لونه غير ثابت، لونه يعتبر ثابت. نعم. طب في شغله مره مهمه بعد دكتوره ايمان، تفضلي. يعني مثلا الحين المريض خلال الفتره المريض على بال ما يستلم التركيبه، اكيد انتم بتاخذون يعني وقت معين على بال ما تسوون التركيبه. طبعا. معقول دكتوره ايمان الشخص بيقعد
يعني وسنة مبرود بدون سن يعني بدل ما كان متزوج صعبة مشكلة. لا 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 طبعا أكيد أكيد رح دوام يعني ويبتسم. لا أكيد بعد عملية تحضير الأسنان إحنا بنعمل تركيبات مؤقتة كأنها سن طبيعي أو ضرس طبيعي، بيأكل بيشرب تعطيه منظر جمالي بس يبتسم، ما بيبين إنه السن تم تحضيره، وبنفس الوقت إذا السن مش مصحوب عصبه بتحافظ لي على العصب، ما بتخلي يعني بتخليه كعازل حوالين السن من البارد من السخن. فلا طبعا أكيد يعني حيفوت عيادة تجميل لازم يطلعوا جميل أكيد. هي ثلاث جلسات طبعا، طبعا هي خلال ثلاث جلسات طبعا بيكون التركيب الثابت، فطبعا خلالها في تركيبات مؤقتة. نعم طيب بعد في كثير من الناس بيحبون انهم يجملون ابتسامتهم، لما يجون يبغون يعني يسوون الشغلة هذه هل يعني بتنصحينهم انهم يبردون الاسنان ويركبون الزيركون، خاصة في كثير يمكن بيخافون من حكاية برد الاسنان؟ لا طبعا يعني اذا مريض بس اللي ناقصه الابتسامة الجميلة طبعا انه ما يبرد اسنانه، يعني احنا ضد برد الاسنان وازالة اي نسيج من الاسنان، بس في يتجه للقشور التجميلية، يعني هلا طب الاسنان الحديث خلص ما عاد في شيء صعب ولا شيء ما بيقدر المريض يعمل او يحصل عليه، فالقشور التجميلية حتعطيه ان شاء الله نتيجة، تعطي نتيجة. طب القشور التجميلية اللي حضرتك ذكرتي لها يعني هذه بتدخل تحت نطاق التركيبات الثابتة، يعني بتكون ثابتة دكتورة ولا؟ والله شوفي هي فعلا يعني القشور التجميلية بنعتبرها بتندرج تحت التركيبات الثابتة، بس عشان أوضح لك الصورة بشكل يعني موضح، إحنا عنا القشور التجميلية بنقدر نحكي إنها نوعين. نوع بيتم فيه برد الأسنان أوكي والتعويض عنها، وهي أكيد تعتبر تعويضات لأنه شلنا جزء من الأسنان وعوضنا عنه بقشور تجميلية. النوع الثاني اللي هي بدون برد الأسنان وهو يعتبر علاج الأسنان التحفظي بنقدر نحكي عنه اوكي، مور كونزرفاتيف يعني بنحافظ عليه على السن، ما بنشيل منه اي طبقه، ما بنحدث فيه اي شيء مثل ما هو. وهي طبعا فيها اما عن طريق جلستين بيحصل على قشور زيركونيه، او عن طريق البوندينج سيستم اللي هي عن طريق نظام الجلسه الواحده، تجميل في الجلسه الواحده. حلو. طيب حضرتك لما سالتك عن انواع التركيبات الاسنان اعطيتينا انواع كثيره، البورسلين والزيركون يعني ذكرتينا اشياء كثيره، بس صراحه دكتوره ايمان يعني اي نوع من التركيبات اللي حضرتك قلتيها بيدوم مدى الحياة؟ أكيد أنا لما أجي أسوي تركيبة أبي تركيبة أنها تظل معاه، يعني ما يعني خاصة إذا كنت شخص بيزي يعني كثير عندي مشاغل، ما بقعد رايحة جاية مثلا إني بقعد أركب تركيبات. أكيد أكيد، وهذا شيء فعلا الناس فعلا بتسأل فيه إنه قدي دوام التركيبة. هلأ شوفي أحكي لك شيء، الأسنان خلقت ربنا أوكي، وبفعل من الإنسان تتعرض لعوامل بتؤدي إلى إنه خراب في هذه الأسنان، تسوسات كسور أو أي شيء، وبالتالي يعني أكيد ما حنخترع إحنا شيء حيكون مدى الحياة، عرفت كيف؟ بس طبعا الحفاظ عليها شيء واجب. في شغلة مهمة إنه في هناك عنا يعني في شغلة اسمها تراجع فيسيولوجي، كل 10 سنوات بيصير في تراجع في مستوى اللثة أوكي، حوالي 1 ملي بيصير انكشاف لحواف التركيبة إذا كانت جسور أحيانا مكان السن اللي عوضناه أوكي، بيصير في تراجع تحته بيؤدي إلى تجمعات مثلا البلاك الأكل، وبيصير المريض يتضايق منها، طبعا وقتها لازم تتغير. تتغير نفس التركيبة تقريبا، ما فينا نحكي 10 سنين بالضبط، هو رينج قبل 10 سنين بعد، حسب التراجع الفسيولوجي للإنسان يعني حسب طبيعة الإنسان يعني أكيد نفسه. أكيد وأكيد في الآخر الحفاظ أهم شيء أكيد. طيب قبل ما نبدأ نأخذ اتصالات المستمعين ومشاركاتهم عبر المسجات، أيضا سؤال أخير، هل أنت بتنصحين المريض اللي عنده تركيبات بورسلين على معدن يستبدلها بالزيركون بصراحة يعني؟ هلا شوفي عشان احنا ناخذ قرار انه لا يبدلها او لا، لازم يكون في فحص سريري، لازم يكون في عياده اسنان نفحص المريض، ناخذ اشعه، نشوف التركيبه اذا تمام و100% وما فيها اي مشكله لا شو يغيرها، اذا مش مضايقه ما بتعمل له طعم ما بتعمل له اي شيء ريحه بلا ما يغيرها، لكن اذا كانت ناحيه جماليه سن امامي متضايق المريض من انعكاسات المعدن عامل له خط اسود مثلا على اللثه، طبعا اكيد يعني هذه بترجع للشخص وقتها بيغيرها يعني. عموما نسمعنا الكرام راح نريح دكتورتنا شوي دكتوره ايمان، نعطيها شوي بريك ورح نرجع مع مسجاتكم، رح نرجع مع مداخلاتكم الهاتفيه، اذا كنتوا بتعانون من الم في الاسنان، الم في ضروسكم، اخ يا سني اه يا ضرسي، وايضا اذا كنتوا حابين انكم تحصلون على ابتسامه ولا احلى، عندكم اي سؤال او اي استفسار حابين تشاركون معنا
معانا بالزبابة ألف. ما عليكم إلا أنكم تتشاركون عبر الاسم اس اللي حابين تشاركون. مشتركي الاس تي سي على 84700 ومشتركي موبايلي على 640660 وزين 7462 62. واللي حابين أيضا يستمعونا أصواتهم تتشاركوا معانا بشكل مباشر عبر رقم الخط الهاتف المجاني على 02-61-61-100. وبالنسبة للهوت لاين اللي محبين ينطرون واللي لهم أيضا الأولويات في المشاركة معانا على 7005-7499. رح تكون معاكم الدكتورة إيمان عبد الرؤوف الشريف الحاصلة على طب شهادة بطب الأسنان التجميلي من عيادات إبلة. فاصل بسيط ورح نرجع نواصل معاكم ضبابة ألف. خليكم معنا. طبابة ألف ألف العيادة المسموعة. هذه الساعة من البرنامج برعاية عيادات إبلة. طبابة ألف للتواصل على الرقم المجاني 02-616-1100. الخط الساخن 700-57-499. لإرسال رسالة SMS STC 84-7700 موبايلي 640-660 زين 746262. الهواء هواء ألف ألف أف أم مستمرين متواصلين على هواها ومع عيادتكم المسموعة طبابة ألف. أذكركم أن موضوعنا لليوم عن التركيبات السنية. فإذا كان عندكم مشكلة بتركيباتكم السنية حابين تتواصلوا معنا حابين تطرحوا مشكلتكم إذا كان عندكم مشكلة بأسنانكم أو أي سؤال أو أي استفسار ما عليكم إلا أنكم تتواصلوا معي عبر الأرقام اللي سمعتوها أو أيضا عبر خط الهاتف الهوت لاين 700-57-499. رح تكون معكم الدكتورة إيمان عبد الرؤوف الشريف الحاصلة على شهادة بطب الأسنان التجميلي من عيادات إبلة. دكتورة إيمان رح نبدأ ناخذ طبعا مشاركات مستمعينا. معنا أول مشاركة من مين؟ من محمد. محمد ألو. ألو صباح الخير يا محمد حياك الله تفضل. صباحا صباحا نور أختي. أوه يا هلا فيك أخوي تفضل. شلون أسنانك يا محمد؟ ألو شلون أسنانك؟ لو تكرمت أنا أعتذر عن المداخلة هذه. رح نأخذ مريم. مريم من مكة. مريم أين؟ صباح الخير أختي مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله تفضلي. كيفك يا أختي أمينة وش أخباري؟ تمام أنت شلونك شلون أسنانك يا مريم؟ الله يسلمك. أول شيء حابة يعني أشكركم على البرنامج الحلو وبارك لنفسي وبارك لكم بالهدية. هدية قلبك. أنت روحتي معانا يعني؟ اي اليوم صحيح. الف مليون تريليون مبروك. لو في عندنا اسنان يعني نعطيك اياها ان شاء الله. شكرا لك يا حبيبتي. اسنانك تمام مريم؟ اي هلا. اسنانك تمام؟ والله في يعني ضرس تعبان شويه بس احس يعني هو ملتهب ومسوي سوء يعني كل ما أبروح للمستشفى إذا كده يكشفوا عليه يقولوا لي منتهي ما أقدر أخلعه. فبعرف يعني نفس السبب إذا يعني خلعته وهو منتهي بيأثر علي لأننا سامع أنه إذا الضرس كان مسوس وطول حيأثر عليك دماغيا وما أدري إيه. فبعرف يعني الدكتورة وقبل ما أسمع كلام الدكتورة حابة أقفل عشان أسمعها من الراديو لأني مرة ماني سامعة صوتكم. أوكي مريم شكرا عموما على مداخلتك حبيبتي تفضلي. أوكي أهلا فيك يا مريم. طبعا هو الأضراس الملتهبة لما يكون الضرس ملتهب التهاب شديد بنفضل أنه نعطي مضاد ومسكن ولما يخف الألم نعمل عملية الخلع. لكن إذا كان طبعا في انتفاخات وهذا الكلام. لكن إذا التهابه بسيط أو ألم هي حاسة فيه بسيط ممكن تخلع. بس الأهم من هيك أنه بدل ما تخلع إذا تقدر تعالجه عصب تعالجه. لأنه هلأ طب أسنان مثل ما قلنا وقائي وتحفظي تحفظي وأكثر. ما بدنا نخلع أي ضرس. فإذا فيها يعني بناخد أشعة وهيك إذا فيها أنها ما تخلع وتعالج عصب حتى لو تاج السن رايح بتركب له مثلا دعامات جذرية وبتقدر تعمل عليه تركيبه. نعم. رح ناخد أيضا مشاركة ثانية جديدة. محمد معانا من أبها البهية. محمد ألو صباح الخير. يا هلا مساك الله بالرضا والسرور تفضل أخوي. أكلم الدكتور إيمان اسمك. تفضل تفضل. أيوة أهلين دكتور. أنا عندي سؤال. أنا عملت تركيبة الأسناني تقريبا في فبراير 2008. الآن بشوف أن التركيبة بدأت تميل على الأسنان السابقة الأولية. على إيه عفوا؟ بتميل على الأسنان السابقة اللي هي الأساسية بتميل؟ أي
طيب مايد عليه وزحفت الأسنان الأولية. وأنا دايبتك مريض سكر. طيب هل في فراغات عندك في الأسنان؟ في فراغات ما بين الأسنان؟ الأسنان الأولية. ولما بعد ما ركبت التركيبة بين التركيبات والأسنان في فراغات بسيطة؟ لا ما في فراغات لأن يعني الأسنان بين التركيبة والأسنان الثابتة ما في. لكن قصدي في الفك نفسه الأسنان الأمامية الخلفية في فراغات بسيطة ما بين الأسنان؟ في أوكي هذا هو أكيد السبب. طيب بسبب تفضل. الحل دكتورة طيب محمد نعم شكر لك أخوي محمد اسمعنا عبر الراديو عشان تسمعنا بوضوح أكثر. أوكي هلأ هو ركب تركيبة ثابتة وبدأت تميل عليه إنه هلأ يعني فطبعا هذا السبب لأنه في إيش عنده فراغات ما بين الأسنان وهو ذكر إنه مريض سكر فواضح إنه الحركة لأنه مريض سكر غير منتظم غالبا فصار في حركة في الأسنان. إحنا عادة مريض السكر الغير منتظم اللثة تعبانة العظم مستوى العظم بينزل ويصير في امتصاص في العظم بننصحه يلجأ للتركيبات المتحركة عشان ما يضر باقي الأسنان. نعم سلامتك إن شاء الله. رح نأخذ عبد الله من أرض طيبة. طيبة أخوي عبد الله يا هلا بك أخوي تفضل حياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال لو سمحت أختي بس بسأل الدكتورة. تفضل يا دكتورة. أنا سويت تقويم سنوني والآن عندي معليش أنا هو السؤال خارجي إن شاء الله تقول ما في مشكلة تفضل. وعندي الآن الفك ما أقدر أفتحه يعني جدا صغير فتحة صغيرة ما أقدر أفكه أنا الأخير وكل مره الدكتور يقول لي لا هذا طبيعي عشان العضلة وما ادري ايش. ما كنت هيك قبل التقويم؟ لا ما كان في شيء. طيب عندك يوم فكيت التقويم مو عندي مشكله يعني كلها بتعاني من الام بتعاني من الام بالفك المفصلي؟ لا بالسوري المفصل الصدغي. لا ما في الام نهائيا. لما تفتح فمك وتسكره ما عندك الام او بتحس انه في شيء مشدود؟ ما في بس ولكن ما اقدر افكه يعني خلاص كان اقول هذا النهايه. طيب اوكي قد تكون يعني بدك تراجع اكيد اخصائي تقويم بس قد يكون حركه التقويم غير مضبوطه حركه شد الاسنان فمثلا صار في تدخيل لمستوى الاسنان لجوه فهو حاسس انه الاسنان صغرت هي مش صغرت هي بيكون مثلا ممكن شدها باتجاه غير صحيح وبالتالي صغرت له التجويف الفمي. نعم شكرا لك اهلين بس راجع اخصائي تقويم. الله يخليك شكرا اهلين يا هلا اخوي عبد الله. ناخذ امل معانا من ابها البهيه. حياكي امل تفضلي. صباح الانوار تفضلي. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. تفضلي امل ايش مشكلتك؟ دكتور انا عندي تسوس في اسناني ايش الافضل اني اعمل لها حشوه ولا قطع العروق العصب؟ طيب اختي حسب التسوس مدى هذا برضو ما بنقدر نحكم إلا على الفحص السريري في العيادة. إذا كانت التسوسات بسيطة تقدر تعملها حشوات تجميلية هي أمامية أو خلفية حتى ما في مشكلة. إذا كانت كبيرة يعني مدى التسوس كبير وبدأ يعمل تهيجات في العصب طبعا بنفضل وقتها إنه سحب العصب بيكون خلص التسوس وصل العصب فهذا حسب عمق التسوس. نعم شكرا لك يا أمل وسلامتك إن شاء الله ما تشوفين شر. رح ناخذ سامي من الرياض. سامي ألو. يا هلا صباح الأنوار. السلام عليكم. وعليكم كيف الحال؟ الحمد لله تمام. أنت شلون أسنانك يا سامي؟ بخير الله يعافيك. كيف طيبة؟ الحمد لله تفضل. أنا ودي استفسر سويت تقويم يعني قبل التقويم ما كان عندي ألم بس خلاص جاتني كذا وقلنا يلا نسوي تقويم كان في أسنان عندي طالع كذا زايد كانت هي الأسنان عند الدكتور قال لي عادي ركب لك تقويم وطلع أربع أسنان اثنين من الجهة هذه واثنين من هذه. المهم راحت سنونك يا صابر. أقول راحت سنونك يا صابر تفضل كمل. والله بسم بالله أني ندمان. طيب لا تخاف الحل إن شاء الله. تقويم بعد فترة جاني ألم في الأسنان في السن الأمامي ورحت لعند الدكتور وقال لي عندك حالة استنفار حالي الأسنان خلينا نفك التقويم هذا ونسحب لك العصب من السن هذا. طلع عندك حالة إيش أخوي؟ حالة استنفار يقولي في أسناني إيش نخر في الأسنان؟ نعم نخر. أوكي طيب هو طبعا تفضل في سؤال تاني؟ نزل التقويم وخلاه يمكن تقريبا 20 يوم كذا وأروح عنده ثلاث مرات وسحب لي هذا بعد فترة يمكن شهر زمان جاني نفس الشيء ألم في السن يعني في الجهة الثانية رحت لعنده قال لي سحب لك عصب قلت يا أخي طيب كل ما أجي لعندك تقول لي سحب عصب لكن ما في تسوس في الأسنان اللي سحبت فيها عصب ها؟ ما في تسوسات في الأسنان اللي سحبت منها العصب
لا ما في شيء. طيب اوكي وضحت الصوره ان شاء الله. نعم شكرا لك اخي سامي. طيب طبعا هو الخلع في التقويم، في اخصائيين تقويم بيلجأوا للخلع لانه بيكون الاسنان متقدمه فبدنا فراغ لغايه لنضب الاسنان لجوا، فالخلع يعني ممكن يكون صحيح طبعا، يعني ما فينا نقول انه شيء خطا اذا كانت اذا كانت الحاله محتاجه طبعا. بالنسبه لانه السن غير مسوس وتم صحب العصب، هلا غالبا بده يكون خطا في شد الاسنان. يعني أعطى قوة زائدة في الشد أوكي، فسببت في حركة السن بحركة سريعة زي كأنه انخبط السن، عرفت كيف لو واحد يقع ويقوله تموت العصب، عرفت كيف؟ فغالبا هذا اللي صار معه. فأنا بنصحه يعني يزور عيادة تقويم أخرى. طيب رح ناخذ أيضا معنا مشاركة جديدة من عروس البحر الأحمر جدة من الأخو نايف. نايف أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أخوي نايف، تفضل. صباح الخير. صباح الأنوار. أنا عاني من اللثة شوية، يعني اي شيء بارد او شيء يعني هذيني في اسنان الاماميه. اوكي بدت اللثه تنقط العاريه يعني الاماميه شويه تروح عليها. في نزف في اللثه. ايش هو النزف في اللثه؟ بينزل دم. طيب اوكي، مدخن؟ ها مدخن يعني شوية. اوكي اوكي نعم، اسمعنا عبر الراديو. حابة تسألينا سؤال ثاني دكتورة؟ لا هيك اوكي. طب اسمعنا اخوي نايف من الراديو عشان تسمعنا بوضوح، تفضلي. طيب اوكي. طيب غالبا هو بيشتكي من حساسية باللثة، لازم طبعا إزالة الجير أول بأول في عيادات الأسنان أوكي، لأنه الطبقة الويحة الجرثومية اللي هي على طبقة الجير هاي بتساهم أنه يصير عملية انسحال في اللثة، تراجع في اللثة، وبالتالي كشف للجذور لما تكتشف المنطقة هاي بتكون كتير حساسة أوكي، فبصير يتحسس المريض. شغلة تانية، هو مدخن طبعا نزف عنده في اللثة معناته في التهاب، لازم يراجع عيادة. للمدخنين بيقللوا الهيلينج لأنه الدم اللي بيوصل للثة بيقل أوكي، فبيساهم في أنه تأخر عملية شفاء اللثة. طبعا بنصحه أنا أنه يراجع عيادة ويستخدم معجين لحساسية الأسنان، تكون خاصة للحساسية. نعم رح ناخذ أيضا من عصمتنا الحبيبة راح الاتصال. أذكركم مستمعينا الكرام أن موضوع حلقتنا لليوم عن تركيبات التركيبات السنية، فإذا كنتوا حابين تفسرون عن هذا الموضوع أو إذا كانت عندكم أيضا مشكلة بأسنانكم أو لثتكم حابين تتشاركوا معنا عبر SMS مشتركين للإستيسي 8-4-7-7-0-0 ومشتركين موبايلي على 640-660 وزين 7-4-6-2-6-2 ولو حابين يتواصلوا معنا بشكل مباشر على الرقم 02-61-61-100 وبالنسبة للهوت لاين على 700-5-7-4-9-9 رح تكون معكم الدكتورة إيمان الشريف الحاصلة على الشهادة بطب الأسنان التجميلي من عيادات إبلة. طب رح أبدأ أخذ المسجات. بيقول صباح الخير، أنا عندي تراجع شديد في اللثة، عمري 39 سنة، إيش الحل إيقاف التراجع أبو عبد الله؟ إيقاف التراجع، طيب دائما اللي عندهم مشاكل باللثة بننصحهم أول بأول لزيارة الطبيب أوكي، ويشوفوا اللثة لأنه بيكون تكون عندنا جيوب لثوية، هذه الجيوب بضل فيها طبقة البلاك والبكتيريا ما بقدر يوصلها المريض فبتساهم في زيادة المشكلة، فهو لازم يزور العيادة أول بأول، يعمل تنظيف أول بأول للثة عشان يحافظ على نفس المستوى. وفي طبعا علاجات تكون للانكشاف الجذور. ايضا تنظيف عميق تجريف بسموه بفيده برضو لمن يعمله. نعم ايضا محمد سالم ابو ريان بيقول اعاني من هبوط في مجموعه الاضراس الخلفيه بسبب العض العصبي سبب احتكاك الاسنان الاماميه ونحت الاسنان السفليه. نعم هذا بنسميه صرير احنا اوكي، بيكون المريض لاي سبب من الاسباب وغالبا الستريس اوكي بيعض جامد على اسنانه بتصير الاسنان تحك في بعض فبينتج عنها تاكل في اسطح الاسنان. طبعا بننصحه انه يعمل جهاز نسميه نايت جارد وقي ليلي يلبسه هو نايم عشان لما يعض بيعض على الجهاز فبيمنع تاكل الاسنان. نعم ايضا سوسو ابو القاسم حبيبة قلبي فديتك وشكرا على الكلام اللي حضرتك كتبته يا سوسو. وبالنسبه للدكتور سعيد اللي هو الحس على دكتوره في الاعشاب ان شاء الله انا مجرد ما حدد موعد معاه راح اقول قبلها بفتره بيومين او ثلاثه بس خليكي معي سوسو على السمع. ايضا سعد من جده بيقول انا اعاني بعض الاحيان من نزيف دم بسيط من الاسنان لما افرشها والان اخر فتره بحس الم بجنب الناب لما ادخل
بيدخل هواء على فمي احس بالم مع اني غير مدخن. ارجو اتمنى انكم تفيدوني. أوكي. وشكرا لك يا اخوي سعد على الكلام اللي كاتبه. طبعا احنا الناس بيكون لا يعني ممكن نحصره في نقطتين. اول شيء انه احتمال يكون في جير وبقايا اكل هو ما قدر ينظفها بشكل يعني مظبوط, وبالتالي بتعمل التهاب في اللثة وبينتج عنها تراجع وبالتالي حساسية, تراجع في مستوى اللثة او انسحال للثة. السبب الثاني احتمال يكون هو ما في هذا الشيء بس بينظف اسنانه بطريقة خاطئة, بيستخدم الفرشة بطريقة شوي يعني جامدة على اللثة, اوكي مش انها بشكل جنتل وهيك بسيط, فبالتالي بيؤدي الى انسحال اللثة يعني. ايوه بعنف فبيؤدي الى انسحال اللثة. نعم. اوكي وكشف طبعا المنطقة الحساسة في الجذور. نعم يعني بعضهم بيفرشون بقوه بيفكرون راح طبعا اكيد يتابع يروح على عيادة اسنان اوكي ويكشف ويشوف السبب هل هو بسبب الجير ولا نعم. بسبب انه التفريش الخاطئ. نعم رح ناخذ عبد الرحمن من عاصمتنا الحبيبة الرياض. صباح الخير اخوي عبد الرحمن. الحمد لله طيبين. تمام الحمد لله. انت شلونك شلون اسنانك؟ تسمعين الكلام دكتورة؟ تفضل اخوي بكل سرور. تفضل. السلام عليكم. كيف حالك دكتورة؟ وعليكم السلام الحمد لله يا هلا. دكتورة انا عند رحت الدكتور وصار في شو اسمه حشوة وشالها وحفرها زيادة كان فيه سوس. وايش عمل؟ حفر الضرس زيادة. حفر الضرس اوكي. ايوه ايه ووصل ليل اللثة قال شو اسمه انه جاك مرة ثانية يبغى لك سحب اعصاب. كنت بتعاني منه؟ كان لا الحين ما يوجعني. لا قبل ما يحفره كان في مشكلة. ايه ايه. طيب مظبوط صحيح هذا الكلام. في تسوسات بتكون عميقة أوكي تحت حشوات قديمة مثلا بتتهيج بعد فترة وبيصير في التهاب في العصب, لابد وقتها من علاج العصب سحب العصب على جلسات وبعد هيك بترمم السن وبرجع يتلبس. طيب ما يطلع شيلة يعني احنا بنبعد يعني ما احنا لو شلته كمان حتفوت في قصة انك لازم تعمل تركيبة للجذور. فانا بنصحك لا انه ما تخلعه يعني الضرس هذا بتحتاجه حرام تخلعه. صحيح. نبعد احنا هلأ عن الخلع الاسنان يعني اي جذر او اي ضرس بنقدر نعالجه بنعالجه وبيتركب دعامة جذرية وبتقدر تلمسه وبتنتهي المشكلة ان شاء الله. نعم شكرا لك اخوي عبد الرحمن. شكرا لك. رح ناخذ عبد الرحمن من القصيم. عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخوي عبد الرحمن سؤالك. لو سمحت أنا عندي سؤال شو اسمه ضرس كذا مثل تقول يعني فاضي من جوا بس في جدران. هل يعني وحتى المشكلة الظاهر في مشاكل في العصب لو خليه معاي كذا فرشة ومعجون مرتين في اليوم يمشي معاي ولا؟ لا 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 أكيد ما بيمشي, لازم تتوجه لطبيب أسنان بيعمل سحب للعصب وعلاجه لأنه يعني هيك ولا هيك هيتطور الالتهاب. أوكي أنت هلأ ما بتعاني منه لأنه غالبا أنه هو بيكون عامل التهاب مزمن تحت السن, لكن في يوم من الأيام حيتهيج احتمال كمان يتهيج عليك بانتفاخ ويعمل صديد ويعمل التهاب يعني حجرة في العظم وفترة وفترة يعني يؤلم وكذا. ما لازم تعالجه عصب, لازم ينفتح العصب تنظف لانه بيكون حاشر تحته ايوه والصديد وهذا الكلام كله. نعم. ما بينه وبين طبعا هو الاكل لما ينظف. نعم. اول شيء ولازم ينسحب العصب. شكرا. ضروري. نعم شكرا لك اخوي عبد الرحمن. يلا توجه على اقرب عياده. عبد الله من مكه. عبد الله الو الو الو. طيب راح ناخذ وليد من الدمام. صباح الخير اخوي وليد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ممكن اكلم الدكتوره؟ اكيد تفضل. ايوه انا سلمك عندي مسكر طبعا وركبت تقويم وفكيت التقويم وبعد ما خلص التقويم يعني اسناني كويسه بس برضه احسها باقي متقدمه دكتوره. وابغى اعرف هل تنصحيني اني اخلع وخلاص اوقف على كذا عشان لان الدكتور قال اذا تبغى استمر في التقويم واركبه وارجعه زياده واسناني برضه كبيره. والسؤال طيب. الثاني انا عند الله يسلمك الحشوات اللي مش نفس لون السن هل تنصحيني اغير الحشوه نفسها للون السن او اني اركب تلبيسه؟ اوكي اوكي. طيب هو احنا كنا بدنا نساله بس عن سكر وهل هو منتظم ولا غير منتظم؟ معنا منتظم. طيب اوكي. هلا بالنسبه انك عملت التقويم وفكيته بتقدر تحافظ على الشكل اللي انت حصلت عليه. اذا انت سكرك منتظم وما في عندك اي مشاكل في العظم ولا في اللثه يعني اخذت اشعه بانوراما وكان كل شيء تمام وحابب انك تخلع عشان يدخل مستوى الاسنان ما في مشكله, بتقدر يعني تعيد التقويم اذا انت يعني لك طوله بال يعني لانه حياخذ كمان فتره من الزمن. اوكي لانه حيخلع بدنا تسكير مسافات فترة. هلأ بالنسبة لا مشكلة دكتورة بس آخر حاجة يعني الحين هل أنت يعني مع المستقبل يعني لسه أنا صغير 20 سنة زي كذا بس من المستقبل يعني هل له أضرار مع السكر وزي كذا إنه أخلع؟
هلا ما إلها أضرار، بس أنت إذا خايف من المستقبل إنك مش قادر تنظم سكرك، طبعا إحنا بنفضل نبعد عن الخلع دائما، يعني إحنا طب وقائي، عرفت كيف؟ بنحاول نبعد عن أي شيء، أي شيء تحفظي، ما بنحب أي شيء يعني يخرب في الأسنان وحتحتاجه ممكن في المستقبل، طبعا احتمال كبير، يعني إن شاء الله يضل سكرك منتظم، بس في احتمالية، يعني طبيعتنا إحنا العرب بالغداء النشويات، وإذا ما في رز في عيش وهيك يعني. فبس يعني لا، أنا ما بنصح طبعا إنه يعيدوا إذا الشكل حلو خلص، يعني مش ضروري يكون بيرفكت، بس إذا هو راضي عن الشكل واللي حواليه حكوا له أوكي تمام، ما بننصح إنه يخلع يعني. بنفضل هيك. شكرا. بالنسبة للحشوات، هو حكى عنده حشوات فضة بده يغيرها لحشوات بيضة. هلا إذا الحشوات كويسة وما عليها أي مشكلة وما بتعمل له، إحنا حكينا الجلفانيك رياكشن، التيار الجلفاني بيصير فيه لمعة ما بين حشوات متقابلة إذا في عنده فضة في الفك العلوي والسفلي، إذا ما عليها مشكلة ما بنصحه أنا يغيرها، إلا إذا هو متضايق منها نفسيا يعني. لأنه عادة لما نشيل حشوة يعني إلا ما يتاخد من نسيج السن تاني عشان تركبي للحشوة الجديدة، طبعا إحنا ما بنفضل هذا الشيء. طب رح ناخذ أيضا مشاركة جديدة، محمد معنا من بريدة. محمد صباح الخير. يا هلا، صباح الأنوار. صباح الخير أختي أمينة، وصباح الخير يا دكتورة إيمان. أبغى أسأل الدكتورة إيمان، أنتم موضوعكم هذا عن التركيبات السنية بالضبط، لكن أنا عندي أبغى الطريقة المثلى لإزالة الصبغات على الأسنان عشان أحصل على ابتسامة حلوة يعني. حاضر، شكرا لك أخوي محمد، وسمعنا عبر الراديو عشان تسمعنا بوضوح. شكرا على المداخلة، تفضل. أكيد هلأ بطب الأسنان الحديث والتجميلي صار فيه يعني بسهولة، من غير برد أسنان، من غير إزالة أي جزء من مينا الأسنان، بيقدر يعمل القشور التجميلية. القشور التجميلية، وهي أساسا هو بيحكي بدي أنتو تركيبات، بس أنا رح أحكي عن إنه شيء تاني. هي القشور تعتبر، إحنا حكينا من التركيبات برضو الأنواع، بس إحنا بنحب نستخدم النوع اللي هو فيه العلاج التحفظي، اللي هو بيتم عنا في جلسة واحدة متخصصين في عيادات إبلة، أول عيادات بالمملكة بدأت في هذا النظام، نظام البوندينج سيستم، وبجلسة واحدة بياخد الشكل واللون وكل شيء. وتكلمنا معها طبعا والابتسامة الحلوة، تكلمنا عنها، موجودة على اليوتيوب أخوي محمد، تقدر تسمع الحلقة وتستفيد أكثر وأكثر. طيب رح ناخذ عبد الله. عبد الله من الدمام. مرحبا. يا هلا بك أخوي، تفضل، حياك الله. يا هلا فيك. ممكن دكتورة؟ تفضل أخوي، أنت على الهواء. طيب دكتورة، عندي أسناني البنية حقتهم زي اللي جي كل فترة تحس إنها رايح البنية حقتهم من قدام. يعني فيها مثل مخدشة الأسنان، فيها تخديش ومصبغة. فيها تخدشات، وإذا جيت أفرش أسنان دايم دم معي. طبعا الدم كالعادة للأسف ثقافة عند الناس مش كتير عالية انه الدم بيسيبوه، انه ما بدنا نفرش كويس عشان ما ينزل دم، لا، بدنا نفرش الأسنان كويس ونروح على عيادة أسنان كل 6 شهور، نعمل تنظيف للثة لإزالة الجير اللي هو سبب في هذا الدم اللي بينزل النزف خلال التفريش. بالنسبة للي عنده في حالته، هو غالبا عنده تشوهات في مينا الأسنان، بتكون الطبقة الخارجية فيها تخريش خشنة مثل فقاعات، فيها تصبغات، طبعا هاي بيقدر يحلها بدون برد أسنان ولا شيء عن طريق القشور التجميلية اللي هي في جلسة واحدة. نعم، شكرا لك أخوي محمد. وعموما رح نطلع فاصل بسيط ورح نرجع نواصل معكم مع مسجاتكم، مع أيضا مداخلاتكم الهاتفية، وأذكركم أن موضوعنا اليوم عن التركيبات السنية، وحول هذا الموضوع معنا الدكتورة إيمان عبد الرؤوف الشريف الحاصلة على شهادة بطب الأسنان التجميلي من عيادات إبلة. فاصل ونواصل. طبابة ألف ألف، العيادة المسموعة. طبابة ألف، للتواصل على الرقم المجاني 02-616-1100. الخط الساخن 700-57-499. لإرسال رسالة SMS STC 847700، موبايلي 640660، زين 746262. أسعد الله مساكم جميعا وين وكيف ما كنتم. أذكركم أن موضوع حلقتنا لليوم بعيادتكم المسموعة طبابة ألف عن التركيبات السنية، لكن أيضا إذا كنتم بتعانون من مشكلة بأسنانكم أو لثتكم، ما عليكم إلا أنكم تتواصلون معنا، رح تجاوب على جميع أسئلتكم واستفساراتكم الدكتورة إيمان الشريف الحاصلة على شهادة طب الأسنان التجميلي من عيادات إبلة. دكتورة إيمان، رح أرجع للمسجات. يقول أبو إبراهيم من الرياض، ابني عمره 7 سنوات أسنانه تتفرج، هل هناك سبب؟ مع تحياتي.
اوكي، هو غالبا 7 سنوات بيكون لسه من 7 لـ 8 عندنا بروز الاسنان الاماميه، فاحيانا بيصير فراغ ما بين الاسنان الاماميه، اوكي الاسنان الاماميه الاربعه اوكي. هذا الفراغ ما بننصح هلا انه يعني يعمل اي شيء فيه، يستنى نزول الانياب. الفراغ هذا لما يكون بسيط بنزول الانياب بترجع الاسنان كلها بتلم على بعض وبتسكر هذا الفراغ. اذا فضل الفراغ وقتها بنفوت بالمعالجه التقويميه. نعم. ايضا مسج اخر لدي، فراغ بين الاسنان الاماميه واعوجاج بالانياب، هل اقدر اسوي قشور تجميليه على الاسنان العلويه الاماميه بدون السفليه؟ لان اللي تحت يقول سليمه ما فيهم اي شيء. اكيد اكيد بيقدر. هلا الطبقه التجميليه بتتميز بشيء انه فيها الوان، يعني انت بتقدري تختاري اي درجه من درجات اللون الاسنان الطبيعي. فهلا اذا هو اذا هي او هو عنده في الاسنان العلويه فقط بيقدر طبعا يعمل الطبقه التجميليه. هلا ممكن يعمل 8-6-4 سن واحد بلون اسنانه، ما في مشكله طبعا، مش ضروري يعمل فوق وتحت الا في حالات الناس اللي يعني بتطلب التبييض. نعم. يعني بيكون شاذ الموضوع يعمل ابيض ابيض فوق مثلا ما يعمل تحت، بس اذا هو بلون الاسنان ما في مشكله. نعم. طب رح ناخذ مشاركه جديده معنا، علي من جيزان. يا هلا بك اخوي، حياك الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. ممكن اسال الدكتوره؟ اكيد بكل سرور، تفضل. دكتوره السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله. يا اختي انا اخوي سوى عمليه زراعه كلى. الو. ايوه تفضل، معك. عمل زراعه كلى. عمل زراعة كلى وبعدين من الحبوب اللي عطوه يستخدمه وكذا عملت له على اللثة سنونه خلاص راحت، ما عاد لها اللثة غطت سنونه بالكامل. تهيج طبعا، مظبوط، تهيج في اللثة، كبرت اللثة فغطت الأسنان. نعم غطت بالكامل حتى صار يعني تعرفين انه أثناء النوم وكذا خلاص حتى الحنجرة وفمه خلاص صار تهيج زي ما قلتي باللثة. لا لابد طبعا انه طبعا هذا تهيج لسه بصير عندنا كسايد افكت لبعض الادويه، اوكي. فاللي صار معه انه صار تهيج، كبرت اللثه، تهيجت ونمت بزياده فغطت الاسنان، فبنصحه يراجع اخصائي لثه وبصير عمليه للثه. هي سهله كتير، انه بيقصوا اللثه بيرجعوها للحواف الاصليه، يعني كل النسيج يعني اللي تهيج بالليزر ولا بالجراحه؟ ايوه بالليزر، ممكن بالجراحه بس هلا خلص في ليزر بجلسه. نعم. واحده بيقدر يعمله. نعم بس روح للدكتور متخصص باللثه. ايوه بنعملها بجلسه واحده احنا بالليزر. نعم. بالليزر وبدون الم يعني. نعم شكر لك اخويا. فيروح يراجع يعني ما يخاف، لا فيها جراحه ولا فيها. نعم. دم ولا فيها شيء ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ناخذ ايضا مشاركه من عبد الله من مكه المكرمه. اخوي عبد الله. الو. نعم اسعد الله صباحك اخوي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن نسال الدكتور؟ اكيد بكل سرور، تفضل. صباح الخير دكتور. اهلا، صباح الخير، تفضل. لو سمعت ان نبغى وصفه لضعف الاسنان واللثة تكرمتي. نعم شكرا لك اخوي. اوكي المحافظه طبعا على الاسنان بنرجع نحكي لازم التنظيف بشكل يومي وبعد الاكل، ازاله الطبقه اللي هي البلاك اللويحه الجرثوميه، اوكي كل 6 شهور وممكن اقل كمان من 6 شهور لازم يشيل طبقه الجير اللي بتتراكب على الاسنان لانه هي اللي بتسبب ضعف في اللثه طبعا اذا ما في عوامل اخرى يعني. فبس بده يعمل هذا الشيء. بالنسبه لضعف الاسنان ينظف برضه عشان الاحماض اللي هي من بقايا الطعام هي اللي بتبدا تعمل عمليه النخر بالاسنان، تخرش المينا وتخليها قابلة انها تمسك بلاك اكتر. فطبعا العناية بالصحة الفموية ومراجعة الطبيب لعمل ازالة للجير في عيادة الاسنان. نعم ناخذ مشاركة ثانية. سامي من الرياض. الو. نعم اسعد الله صباحك. دكتور انا كلمت قبل شوي. ما شاء الله تبارك الله، مسك معك الخط ما شاء الله تبارك الله. الكنترول بيضحكون اخوي سامي يقولون ما شاء الله تبارك الله، يلا بس اهم شيء دير بالك من الطريق. انا عندي زي القواعد هذه اللي مركبها حقت التقويم اللي داخل هذه صارت فراغات بين الاسنان. هو الدكتور كيف هذه الحين الاسنان تنسحب الى قدام؟ قال لي هذا حجي راح ترجع بعدين، فماني عارف والله اني وصلت التقويم ذا. طيب ثواني انت بس عشان انا نسيت اي سؤال، انت كنت سائل انه تخلع صح؟ اللي خلع للدكتور 4 اسنان. وباقي فيه فراغات؟ ايه يذكرني معلش بحالك. داخل جنب الفراغات هذه باقي لسه ما تسكرت. ما لازم لازم تنسحب، ما انا بحكي انت اللي سحبت عصب صح؟ ما انا بحكي لك اخي انت غالبا في خطا في طريقه شد التقويم، لازم لازم تركب تقويم عشان تسد هاي الفراغات. اذا انت خلص اكتفيت وما بدك ممكن تعمل بدلها تركيبات ثابته. اوكي اذا كان الفراغ كبير، اذا فراغ بسيط ممكن يتعالج بالقشور التجميليه، اذا لك طوله بال يعني راجع عياده تقويم اخرى ومن اول وجديد. ما صار الحين الفراغ هذا ما قلنا شيء فيه اللي حقه الاسنان، في فراغ داخل جنب التركيب ومو يركب قواعد من جوا.
ايوه يا اخي، بس انت بدك تفك التقويم وتعمل تركيبات ثابته تعوضك عن السن اللي انخلع، هذا حل. او انك تروح تغير طبيبك، اوكي، عشان تروح لطبيب تاني بيعمل عمليه شد التقويم بطريقه صحيحه فيرجع لك الاسنان ويقفل هذا الفراغ. او اذا الفراغ بسيط يعني مش كبير، اذا انت ماشي في عمليه العلاج ووصلت لمرحله انه الفراغ اتقفل بشكل جزئي او بشكل شبه كامل، اوكي، فيك تعمل قشور تجميليه. حلو، وفي الاول والاخير لازم نشوف الحاله. اكيد. شكرا لك اخوي سامي، تحياتنا لك. راح اخذ ايضا مسج اخر. ما رايك بالعدسات اللاصقه للاسنان وتاثيرها؟ طبعا هي شيء كتير كتير كويس، اوكي، لانه مثل ما حكينا احنا هي علاج تحفظي، بنحافظ على الاسنان، بنحافظ على نسيج الاسنان، بنحافظ على طبقه المينا، ما بنحتاج نبرد فيها الاسنان، وبالتالي المريض ما بيفقد اي شيء من اسنانه، ووقت ما بده كمان بيقدر يفكها ويرجع لاسنانه الاصليه. فطبعا انا بنصح فيها اكيد. صحيح. اكيد اكيد. نعم. طب رح ناخذ ايضا مشاركه جديده معانا، ياسر. الو. الو. نعم، حياك الله اخوي ياسر، تفضل. ممكن اكلم الدكتوره؟ اكيد بكل سرور، تفضل حضرتك على الهواء. دكتوره، انا عندي مشكله في الاسنان. بعد ما عزلت، كنت عامل تقويم وعزلت قبل 5 سنوات. ومن بعد ما عزلت التقويم صار عندي ألم في الأسنان. رجعت كذا دكتور أزال العصب لكن الألم ما براح. طيب كيف اللثة بالأسنان اللي بتألمك؟ اللثة يعني شبه كويسة، بستخدم شو اسمه معجون لتقوية اللثة. أوكي، بينزل دم خلال تفريش الأسنان؟ لا. أوكي أوكي. نعم، شكرا لك اخويا. طيب هو يعني الالم اللي عنده بيحتاج يعمل اشعه يشوف هل خلال مثلا عمل التقويم صار فيه حركات خاطئه للشد او شيء اذت الاسنان. يعني هو حكى انه عمل سحب عصب، دليل انه في تهيج، فاحتمال تكون حركه شد التقويم غير صحيحه، انعملت بقوه زياده، لانه السن يعني احنا في التقويم بنعطيه يعني قوه بسيطه جدا، يا دوب بتحرك السن، عشان هيك بيكون كل شهر بنشد شيء بسيط عشان هاي عمليه التحريك ما تاثر على العظم والنسيج الفموي. فطبعا بده يعمل اشعه وبده يراجع الطبيب من اول وجديد للاسف. يعني معلش. نعم. طب وايضا للاسف دكتوره ايمان الوقت انتهانا، نتمنى انك يعني اليوم استفادوا كل المستمعين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا لك وشكرا لتواجدك معي اليوم دكتوره ايمان. اهلين فيكي يا امينه، اهلين فيكي، يا هلا فيكي، شكرا لك كمان. عموما مستمعينا الكرام، كان موضوع حلقتنا اليوم عن التركيبات السنيه، وحول هذا الموضوع كانت معي الدكتوره ايمان عبد الرؤوف الشريف الحاصله على شهاده طب الاسنان التجميلي من عيادات إبلة. اشكر كل اللي تواصلوا معي اليوم سواء عبر الاسم سواء عبر ايضا مداخلاتكم الهاتفيه، واعتذر على اللي ما قدرنا ناخذ مشاركاتهم. ان شاء الله الاحد القادم باذن الله تعالى راح يكون لكم حظ اوفر انكم تكونون معنا عبر الهاتف. ايضا اشكر من خلف الكنترول زميلتي الدائمه ابتسام عزام، راح يتجدد تواصلي معكم ان شاء الله غدا في تمام الساعه 8 صباحك صباحك في تمام الساعه 8 صباحا من خلال صباحك الف. عموما اتمنى لكم يا ربي ابتسامه اكثر من رائعه، واتمنى لكم الصحه والعافيه، ودمتم بالف خير، واتمنى لكم بقيه نهار ممتع وسعيد.